أحلى على الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان. تعويزة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طالعة لذيذة من بحر الأخير أسوان. وبعدين بقى فوق بقى، لازم تفوق. انت مين؟ انا لسه عايش ولا لا لا، انت مت خلاص ودلوقتي في العالم الاخر. طبعا لسه عايش، بس عايش عشان انا لحقتك. ها، لحقتك في اخر لحظة. ده اللي انا كنت خايف منه، اديني كنت هضيع في لحظة. كويس ان كنوز ما جاتش معايا. كنوز؟ كنوز مين؟ كنوز اختي، كانت عاوزة تيجي معايا وانا. مفيش وقت للكلام، اسكت لحد ما فكك خالص ونخرج من هنا، وبعدين هنبقى نشوف نعمل ايه. شكرا جدا انك انقذتيني، انا معرفش من غيرك كان هيحصل لي ايه. كان زمانك لسه جوه الصندوق، او وجبة خفيفة لتمسيح النهر. انت هتتريقي علي عشان انقذتيني ولا ايه؟ خلاص رجعيني التابوت تاني. خلاص خلاص ما تزعلش، بس انت مين وجيت هنا ليه؟ مش عارف لو قلتلك انا مين هتصدقيني ولا لا، بس انا واحد من زمن تاني، زمن بعيد بعيد قوي، بعد الاف السنين من دلوقتي. الاف السنين يعني ايه؟ وازاي جيت هنا؟ مش مهم انا جيت ازاي، لاني انا نفسي معرفش غير مجرد كلمة بتنقلني للزمن ده. المهم دلوقتي نمشي من هنا. يعني هترجع للزمن اللي بتقولي انك جاي منه؟ ضروري، لاني حاسس اني اتورطت في حاجة انا مش قدها، وحراس الملكة لو لقوني اكيد هيمسكوني تاني، ومش بعيد يمسكوك انت كمان. يمسكون انا؟ مستحيل مستحيل حد منهم يقدر يقرب مني. اللي يفكر بس يتحط في السجن فورا. ليه يعني؟ حتشبسوت مثلا وانا معرفش. لا مش حتشبسوت، انا ميريترا بنتها. ايه بنتها؟ انت محظوظ، عارف ليه؟ لاني كنت بتلصص على الملكة والمهندس سنين موت، يعني عاوز اعرف بيتكلموا في ايه. وبالصدفة انت ظهرت وشفت اللي حصل معاك، فضلت مراقبة الحراس علشان اعرف مكانك، واستنيت لما مشي ودخلت بسرعة. ودلوقتي انا عندي خطة تخليك موجود وفي نفس الوقت محدش يعرفه. وايه هي الخطة؟ انت متأكدة انهم كده مش هيعرفوني؟ لا مش هيعرفوك، بس بصراحة شكلك يضحك، مش لايق عليك خالص زي شعب كمت. على فكرة يعني احنا في زماننا عندنا نفس الزي. اي نعم بقينا بنلبسه واحنا بنشجع كورة وفي الافلام القديمة وبس، لكن موجود. كورة؟ يعني ايه كورة؟ ايه كورة وايه افلام اللي انت بتقولهم دول؟ هي القعدة جوا التابوت جننتك؟ تصدقي ممكن؟ وبعدين انا لو اتجننت مش هتبقى القعدة جوا التابوت هي السبب. انا اليومين اللي فاتوا دول حصل لي حاجات تخلي اي حد في منتهى العقل يبقى مجنون. وبعدين هتفرق ايه؟
مجنون ولا عاقل، المهم دلوقتي محدش يعرفني. أحسن جنود الملكة إيديهم تقيلة قوي. مريت، دول علشانك يا مولاتي. بعض الأشياء المحملة بها السفينة. رائع عظيم. بعض البخور وبذور النباتات اللي مش موجودة في كيمة يا مولاتي. ها، وقدرتوا تجيبوا ايه تاني؟ العاج وأفضل أنواع الجلود والأخشاب، وهدية من ملك بلاد بونت لملكة كيمت، عدد من فصائل الحيوانات المفترسة اللي مش موجودة في بلادنا. عظيم جدا. كده يا سينو بتبعني؟ دول كانوا هيرموني في النيل، تقدر تقولي انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بلعب مع ميجو وفجأة سكت. تفتكر يا يحيى انا عملت حاجة تزعله؟ انت مش بس سبتني، انت فتحت الشنطة وقعدت تدور في حاجتي، يعني بدل ما تدور عليا وتشوف ايه اللي حصل سايبني وبتلعب مع ميجو. انا لازم اقول للملك رمسيس. يحيى يحيى، احنا اصحاب، اوعدك دي اخر مره، اوعى تقول للملك رمسيس. يبقى تركز معايا وتشوف اللي بيحصل حواليا. طب معلش معلش، ممكن اخر سؤال؟ هو ليه 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 فجاه سكت؟ هو مسكتش يا سينو، بطاريته خلصت وانا مش معايا شاحن، وحتى لو معايا تفتكر هنلاقي هنا مكان نشحنه؟ اتصرف يا يحيى، المهم يشتغل. اقول لك تعال نشوف تعويذة ترجعه للحياة من جديد. تعويذة ايه يا سينو؟ ده انت ناقص تقولي نحنطه ونعمله مقبرة تليق بيه. ده مجرد روبوت لعبة، ولازم عشان يشتغل بطاريته تتشحن. يعني خلاص. طيب انا وعدك لو ركزت معايا هشغلهولك. موافق. غيرت شكلك وملابسك، بس على فكرة الملابس اللي انا جبتها لكم قبل كده كانت احلى. هو ده كل اللي فارق معاك؟ الملابس والروبوت ميجو ومين يقول المعلومات وغمض عينيك؟ انما وقت الجد يا تجري يا تختفي. يا يحيى يا يحيى، افهم افهم، قلت لك قبل كده اني بجري علشان خايف عليك لو مسكوني انا وانت، مين اللي هينقذنا؟ ده على اساس انك انت اللي انقذتني. كنت ناوي، بس ميريت راح سبقتني. كنت ناوي امتى بقى؟ لما تخنق جوه التابوت ولا لما التماسيح تاكلني؟ مستحيل، كنت هسيبك، كنت هاجي في الوقت المناسب. الوقت المناسب ده كان امتى بقى؟ لما بطارية ميجو فصلت؟ يا سينو انت ما شفتش اللي حصل، مش بعيد لو كنت سبتني جوه كانوا بعد 6-7 آلاف سنة حطوني في عربية وبقيت واحد من مومياوات الموكب. وبعدين انت دلوقتي بقيت حر، ها؟ تقدر ترجع زمنكم. هرجع، بس قبلها عاوز اعمل حاجة كده. ها، هتساعدني ولا هتجري؟ هو انا عمري سبتك يا يحيى؟ بلاش السؤال ده عشان انت عارف الاجابة كويس. خلينا دلوقتي في اللي بفكر فيه. بتفكر في ايه؟ لازم ندخل القصر تاني. الرحلات النيلية وصلت يا مولاتي، حصلنا على الاحجار الكافية لتنفيذ مشروعاتك، وتم نحت مسلة ضخمة تحمل اسم الملكة حتشبسوت. تعرف يا سنينموت، أنا من ساعة ما توليت الحكم وأنا ما بفكرش غير في حاجة واحدة. يا ترى إيه هي يا مولاتي؟ ازدهار البلاد في عهدي والابتعاد عن الحروب. مش مهم هفضل في الحكم كام سنة، ولا مهم إيه اللي هيحصل، كل اللي يهمني كيمت، كيمت وبس. وأنا هساعدك بكل اللي أقدر عليه يا مولاتي. انت كاتم اسرار مخلص يا سنينموت، ومهندس عظيم، لك دور في كل شيء بيحصل. كفايه معبد قدس الاقداس امون، قدرت تصمم صرح يليق بيا بعد انتقالي للحياه الاخرى، مقبره
تليق بالملكة حتشبسوت. كانت سعادة كبيرة لي موافقتك أني أبني لنفسي مكان بالقرب منه. رفقتك في الحياة الأولى والتانية شرف كبير مولاتي الملكة حتشبسوت. أنت اختفيت رحت فين؟ أنا دورت عليك كتير. وأنا جاي عشان أشكرك قبل ما أرجع تاني. إيه ده؟ أنت خلاص هتمشي؟ دلوقتي أو بعدين لازم هرجع. يعني مش هنتقابل تاني؟ مش عارف، جايز نتقابل بس مش أكيد. سلام. خلاص هترجع؟ كان المفروض أرجع من أول ما خرجت من التابوت. أول مرة أحس بخطر حقيقي كده. المرة دي كان ممكن فعلا أختفي للأبد ومحدش يعرف يوصلي. أنا كنت هوصلك. أقصد بابا وماما وكنوز. أديك راجع لهم. بس أنا ليا طلب عندك يا يحيى، يا ريت ما تكسفنيش. طلب إيه؟ تسيب لي ميجو. ده وقته يا سينو، كل همك اللعب وبس. يلا أنا هرجع. سلام. اترو. ده تحطمس التالت رجع تاني. كده الأيام دي مش هتعدي على خير. انا غاوي وفضول اعمل لي بلاوي، انما قلبت لحكاوي.